أنا جيت. اليوم راح نسوي ردة فعل على فيديوهات التيك توك. هذا إنسان حقيقي اخترق لعبة فري فاير، وهذا هو المشهد اللي راح يصير معك لما تقتل بنت داخل أي سكواد. وهذا الساكورا طلع يستخدم هاكر وتبند حسابه اللي سعره أكثر من 2000 دولار. كل هاي الفيديوهات شفتها على التيك توك، راح نعمل عليها ردة فعل مع بعض. إذا كنتم متحمسين حطوا لايك واشتركوا بالقناة، ضروري جدا. وليست جو، يلا نبدأ. ليست جو شباب، خلونا نبلش الآن. بس شوفوا مع البداية، لقيت وجهي بهذا الفيديو. والله عيب عليك كانيني، ليش حاط وجهي يا صديقي؟ شو سويت لك؟ ليتس جو وليتس جو، يلا نبدا اغنيه. ليتس جو، يلا نبدا اغنيه شباب. اغنيه الصحراوي اسطره العالم. اوكي خليني نشوف. عيب عليك، ليش حطيت اللون الوردي؟ والله عيب عليك. سلاحي قوي، سلاحي غير عادي، هذا بالفيكتور امسكه بين يدي. كيف غيرت لي فمي؟ كيف غيرت لي فمي يتكلم؟ عيب عليك. شباب هذا مش صوتي، اوكي. هاي اغنية تبع شخص اخر، وهو مركبها على فمي ومحرك وجهي على الاغنية، فهمت؟ سلاحي فتاك، حتى لو كان معاك ساخذ سلاح، مصيرك الهلاك مهما كان مستواك. سلاحي فتاك، ساريك شيئا لم تره. بسم الله، الاغنية فاير. اللي سوى الاغنية انا احييك، صاحب الاغنية الاصلي. وكانيني والله تصميمك خرافي جدا. ليتس جو. اوكي مات وحط ثلجة، اتس اوكي. وين المشكل؟ جا صاحبه يا شباب. الزهواني 2017، ليتس جو. يلا الزهواني، زهواني، زهواني مات. ليتس جو. عيب عليك يا زهواني، ما طلعت قدها. هذا شبو هذا؟ وين ارجلو؟ الحسين هو اللي وقفنا لو تلي عمره 4 سنوات. والله العظيم عمره 4 سنوات ما امشي. شباب وين رجوله؟ اتوقع هاي الروم هذيك الغريبة اللي تشيل الارجل. هذا يبكي او يضحك. حبيبي بابا لا تف. يا نوب يا مشرشح، عيب عليك تقول لك على الخانس يا نوب يمشي. واوه الرقصة، رقصة الضغط عنده. يا الهي. منين جاك هذا؟ اوه جي جي. كيف سوت هاي الرقصة؟ هاي رقصة ولا شو؟ رقصة وكأنها طايحة نوك. والله أول مرة أشوفها. يمكن رقصة أخرى وهي قصتها. وات؟ هذي شوف 1 في 1 من فوق، فهمتوا؟ اوه قتلوا. ياه التسجيل دخول. احسن شيء تكون تلعب 1 في 1 وانت انتوا اثنين وضد واحد، تصير تدعي يا رب صديقك يموت حتى يجي دورك وتلعب 1 في 1. جاء الاسطورة. ليتس جو. يا القفزة، انا اسحب كلبي، انت نوب. ليتس جو. لين دا جيري شيركو اولاس ووتر. السيارة صغيرة او اللعب كبير؟ براتيكاس اي تيوريكاس ووتس. قاعد يطير. بروفيسوريس كاباسيتابس بونز موتوريستاس ساي. اللاعب كبير، اللاعب هو اللي ضخم. شوفوا لانه في واحد جالس بجنبه. سنتر دي فورس. الحين انتبهت. ليتس جو. والله تحسها سيارة اطفال صغار والله. وات؟ شوفوا صديقه كأنه ورقة. شوفوا شوفوا لما نزل بالسيارة. اوكي شوفوا لما نزل السيارة، شوفوا لما نزل وكأنه ورقة. وات؟ احلام العصر. العدو فيه ضربة ويموت العدو. لما يقول لك صديقك والله فيه ضربة، والله فيه ضربة. شوف والله هاي الشيء بجد ما يموت ابدا، ما مستحيل يموت. اغزم بالله تبقى تضرب من هون لبكرة الصبح او بكرة العصر وما يموت. عيب عليك والله، ليش تكذب وليش تكذب وتقول بقيتي؟ عندي الحل شباب، قال لكم انه عنده الحل. البقاء للاقوى، ايوه هيك هيك الحل. اوكي كيف سووا الشخصية دي؟ شوفوا قاعدين يبتسموا. شيغواوارا صوت الصوت. وات؟
والله جي اللي سوى التصميم حلو عجبني كثير. عندما كنا نشحن لكي نشتريه بدل الفاير باص الثاني، اقسم بالله بجد في ناس كانت تشتري الفاير باص السادس. انا اتذكر هاي الايام في ناس كانت تشحن وتشتري فاير باص السادس، لكن اغلبيه الناس كانت تشحن مشان تشتري هذا القناع الغبي اللي كان اندر شيء في هذاك الوقت، فهمتوا؟ كان اندر شيء، اندر شيء في اللعبه كان هذا القناع. والله اقوى شيء، اقوى والله كان اقوى من الساكورا. كانت الناس لما تقتل شخص مقنع، حتى انه في يوتيوبرات عندهم فيديوهات جلد 2 مليون مشاهده، عنوان الفيديو قتلت مقنع، تخيلوا لهي الدرجه. وقت سكوادي تقول لي لازم تبوشي معانا. وني قلت لكم مليون مره انا ما ينفعش ابقى مغرب. هحاول. والله في ناس شباب ما يعرفوا ابدا انه ما عندهم روح الحماس، روح القتاليه ما عندهم. يعني في ناس يلعبوا فري فاير بشكل كيوت، يطلع واحد كيل بيطلع فرحان جدا. وش ذا؟ وش ذا؟ احلام العصر. تخيلوا فري فاير صارت انسان حقيقي، تخيل. شوفوا كيف قاعد يتحرك، والله شيء غريب صح. فنشت بنت وجالسين نجمع اللوت في امان الله. سكوادها راحت عليك، سكوادها بيجلدوك جلد مبرح ليوم الجلد، الجلد اللي جلدوك به الناس في شهر راح يجلدوك سكوادها الان، اوكي تخيل. عجبني سكواد وكيف هارب، شوفوا هارب من اللوت، شوفوا سكواد وكيف هارب من اللوت بوكس. لوتوا وبعدين هربوا. اوه تصميم حلو، الفكرة حلوة. انكاي كاتن كيوكوتس كاراماتسو شينجو. اقسم بالله فيديو غدار، والله فيديو غدار، يعني ضروري تجرح مشاعرنا، فيديو غدار بمعنى الكلمة والله. عيب عليك يا كارينا، عيب. رجعنا للطائرة. شخص رأس خرى داخل يلعب مع ثلاث بنات، اوكي يلا. اوه طلع من عندهم. انت لست خرى، انت اسطورة. شوفوا حتى كريستيانو الدون قال لك يا ديابلا كام 1v1 ديابلا دونت كام ويز هيم بيكوز هيز يريد غدرك. يمكن هو خرف خليك تفوتي، يمكن 7-0 بوت. اوه جاء ديابلا. ديابلا ديابلا يلا ديابلا ديابلا صار ديابلا، حط عليه وجه خرف، حط ديابلا ديابلا دقيقة كم النتيجة؟ ديابلا ديابلا اصبر كم النتيجة؟ والله يا ديابلا انك ما تستاهلي وجه الخروف، رجع لي وجه الصحراوي خلص، بطلت ما بدي اصير خروف. ليتس جو. واو يا الجودة شوفوا. ليتس جو ليتس جو ليتس جو، والله الجودة خرافية جدا، جودة خرافية جدا بمعنى الكلمة. كافو. اللون الاخضر فخامه، فخامه اللون الاخضر. حاير علاه راني مفنش نفس السكواد 13 مره وفي كل خطوتين نتلاقاهم صاحبهم الرابع نائم في القلب. والله معك حق يا صديقي، اقسم بالله انا بحير كيف مرات انا بطلع من جيم خمس كلات كلهم ربعه نفس الشخص او خمسه نفس الشخص، خصوصا لما يقتلوا ويلقى علامه الفي صحراوي بيرجع، ضروري يرجع، مستحيل ما يرجع، لازم يرجع لازم. اوه وجه الخرا رجع مره اخرى، ليتس جو يلا خريا شو بدك تسوي؟ الخرا مستمتع انه طلع من البنات. اوه والله حلوه شوف يلا والله جت حلوه، تصميم حلو شباب سواها مضبوطه 100%، انا اهنيك على هذا التصميم. ليتس جو. اوه سوى شخص ثاني جرناتشو. 1% رايح الفري فاير، ومن هون 99% رايحين لبوبجي وفورتنايت. يقاتل وحيدا تبع فري فاير. قارينا يا حبيبي، فري فاير
احسن لعبة في العالم. ليتس جو. سكوادي كامل طايحين وخلاص لي الاس ام جي، انا نحوس نفنش الكيل. يلا شو بدك تفنش الكيل وانت اصلا ما عندك اس ام جي؟ كيف بدك تفنش الكيل وانت ما عندك اس ام جي؟ ليتس جو. وات بدأ غبية قتلت حالها. فنشت الكيلو قتلت حالها. والله غبية البنات ما يفكروا مليح. وكايش أنا آسف بنات، أنتوا تفكروا مليح، حطوا وجه خروف. أوكي انتقمت منها واحد واحد، وأنا هارب من السكواد بعد ما فنشت واحدة اسمها مزيونة يا صديقي. خلاص رحت فيها. شوفوا 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 كيف لاحقينه. والله شباب قطيع من الخرفان. يا تعرف لو تنزل من السيارة رحت فيها. لما يموت كل اللي بالسكواد والفضل صاحبكم نوب وجيب سكواد اللي ضدكم ايس ويفضل يعني يبقى. الله مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. والله هذا لا يحدث كل يوم. انا اسطورة العالم. شوفوا دائما لما اكون العب في فيديو في اليوتيوب اقول لكم شباب هي حطوها بالتيك توك، ضروري تحطوها بالتيك توك لانه بجد لقطة خرافية ما يسويها اي انسان ما عدا اسطورة العالم. كفو كفو يا شباب، صمموا عليا كثير فيديوهات حتى نحطها بفيديوهات الرياكشن. ليتس جو. بس والله حلوة الوان شوتة. شوفوا 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 الوان شوتة المشنطة. شوفوا شوفوا كيف قفزت من السيارة اصلا. شوفوا يا او شيت يا الفخامة. شوفوا شوفوا ركزوا بشيء. اوكي ضربته وان شوت قبل ما تصل السيارة للارض. لاحظتوا هذا الشيء ولا لا؟ اقسم بالله لقطة فاير من الاخر. شوفوا وان شوت والسيارة لساتها بالهواء. اوكي شوفوا شوفوا ضربت بالارض وطلعت. خلاص صحراوي طولت بلقتك كثير، انت قاعد تمدح في حالك بس انا اسطورة العالم وش اسوي لك؟ لما تجيب شيخ من سوق الجمعة. اخرج تخيل شباب شيخ يقول للجن يقول له اخرج، يقول له لا ما بدي ما بدي. اخرج لم تخرج ساحرقك في النار واعذبك. اخرج شباب الاشياء ما فيها مزح اقسم بالله. اخرج يا عصا. قيامة ارطغرل اندلعت في الجولة الاولى في الكلاش وكلها جايبة سيف ومنجل. حرب عالمية بالسيف. والله بجد يا شباب والله بجد. صاحبك اللي ديما يشتري ام 500 وهو ما عنده ام يا اخي، دايما يشتري ام 500 وما يجيب ولا وان شوت ويحاول يجيب وان شوت مسكين. اكتب لنا اسم صاحبك هذا اللي يشتري دائما ام 500 في الكراس كواد وما يجيب هيت شوت، اكتب اسمه في التعليقات. ايش قاعد تسوي يا غبي؟ اوه حلو، تجميعة حلوة من السكنات بصراحة. والله الملك خرافي، سكن الملك خرافي. نيو بلايرز شوفوا بشو يلعبوا، عندهم 2 سنوات باللعبة يلعبوا بسكار او بالايكا. اولد بلايرز والله بجد يا شباب، بس الاكا دراجو حاليا صاير خرا. انا قاعد العب به احيانا اجربه، والله سلاح سيء الان فقط، يعني معهم حق يلعبوا بسكنات السلاح الاخرى. رقصة نقر مطور. رقصة الفماس الان. حلوة تصميم حلو 10 من 10. ليتس جو. انا تصورت افضل صورة. راح يحط ملاقي يتصور مع الساكورا، اتحداكم والله اني ما شفت لحد الان، نحس انه راح يحط ملاقي مع الساكورا. لا انا يو كانيني يعمل معي صورة. شكرا كانيني واصل في محتواك. ليتس جو. كنت افكر راح يحط ملاقي مع الساكورا لما جلد ساكورا وعمل معاه صوره. اوه اسكوب تشير كوب تشير ملاقي قتل ساكورا. ساكورا حلو والله.
ملاقي اسطوره واصل. اذا حد سالني عن انجازاتي، ايوه شوف الانجازات يا حبايبي، هاي انجازاتي في الحياه فقط. وتقاديبك يا كفو ليتس جو. اوكي جي جي ووو هيت شوت، والله احسن شيء تجيب اوم يعني هيت شوت بالحظ، حلوه كثير. ليتس جو. حلو حلو التصميم، حلو حلو. يا لا تذكرونا ارجوكم، لا تذكرونا في الماضي، قلبنا لا يتحمل. كيف قفز هاكر؟ هاكر 100%. ووت ووت، نحس مونتاج، ما احس هاكر، احسها مونتاج مش هاكر. والله هاي التصميمات احير، كيف احتار كيف يسووها. حلوة هيك وضعك تمام، كفو عليك ذكي. شوف شوف يعني ضروري تذكرونا، ضروري ضروري، قاعد اقول لكم لا تذكرونا، انتم ضروري بدكم تذكرونا غصبا عنا. ليتس جو. ايش ده احلى من العصر. فري فاير عندما تلعب بهاتف نصف جيجا بالرام، شوفوا. ايش ده فري فاير على بلاي ستيشن واحد. وش ده حتى السكن اللي مسويه غبي. كيف وصل هذا الفوق؟ ووتي نصف. والله احلى من العصر. لا شباب امور الدين لا تدخلوها باللعبة، ارجوكم لا تدخلوا امور الدين، اوكي لا تدخلوا امور الدين، هاي حطها بالفيديو مونتاج، لا تقصها بس قاعد انبهها، لا تدخلوا امور الدين باللعبة، والله الدين خط احمر من الاخر. ايش ذا؟ شباب اتوقع انه هذا الشخص عنده لاج ولا ايش؟ اصبر اوكي شو بدك تسوي؟ وات؟ شو كاتب هون؟ الهاكر ساكورا ماس فاموس دي فري فاير. شباب يعني هذا ساكورا ويستعمل هاكر كمان، تخيلوا شوفوا. وات؟ شوفوا 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 يسوي دم ويقتل ويسوي كل شيء. وات؟ على الله. وات؟ كيف قاعد يقتلهم؟ يو ضرب بالارض قتل واحد. شباب هذا ما اسمه زيد، هذا اسمه هاكر اللي في الماكس، فهمت؟ ومش هاكر تبع يحسن من الايم، لا هذا هو جالس بالميل يقتلك وانت في البيك عادي جدا. بس بصراحة بصراحة انت يعني عادي جدا عندك حساب ساكورا يروح، يمكن هذا الحساب يمكن اصلا سارقه، اوكي لهيك يا شباب لا تعطوا حساباتكم لاي شخص، احتمال شخص تعطوه حسابكم ويستعمل عليه هاكر، فهمتوا؟ والله يا شباب شيء بيقهر بمعنى الكلمة. المهم يا اساطير قد وصلنا الى نهاية المقطع، اتمنى المقطع يكون نال اعجابكم، لا تنسوا انكم تحطوا لايك واشتركوا بالقناة، كل ما يوصل فيديو رياكشن الى 30,000 لايك راح اعمل لكم فيديو ردات فعل ولقطات من داخل اللعبة. لهيك كلياتكم حطوا لايك للفيديو، كان معكم الصحراوي اسطورة العالم، اني رحت.